طيب حاجة كانت في أول المنهج إيه على السترايك لاين والدب. سترايك لاين هو عبارة عن هوريزونتال بلين كده. وتعالى نتخيل الأول فيتشر. يعني إيه فيتشر؟ يعني مثلا تخيل إن في عندي الأرض نازلة هنا كده، في سلوب كده، دي الأرض ماشي. نتخيل يعني إن دي حتة من الأرض، وبعدين في هوريزونتال بلين. فالهوريزونتال بلين عامل كده، وده تقاطع الهوريزونتال بلين مع الفيتشر، هو ده اللي اسمه الاسترايك لاين. يعني ده كده اسمه سترايك لاين. طيب الديب بقى هو زاوية النزول. يعني ايه زاوية النزول؟ يعني انا هاجي كده هقول على الفيتشر ده الاسترايك لاين اللي هو بالازرق، ده عمودي على الاسترايك لاين في هوريزونتال بلين برضو. بعدين في خط ده كده نازل مايل بنفس ميل الارض، والزاويه دي هي اللي اسمها الدب. فده كده اسمه سترايك لاين وده الدب. طيب بيتبص عليهم من فوق، لو اتبص عليهم من فوق هلاقي السترايك لاين اهو، ده كده بلان، وهلاقي الخط المايل باصص عمودي على السترايك لاين في اتجاه الدب ماشي. يبقى هو ده شكله. طيب لما اجي بقى ايه ارسمهم، ارسمهم ازاي؟ انا ببقى عارف الزوايا، وانا خلي بالك ببدأ احسب زاوية. يعني ببدأ الاول ارسم الاسترايك لاين بعدين الدب، برسمه من الشمال. بمعنى لو انا قلت لك زاوية 45 degree، بعدين قال لك مثلا حاجة غريبة كده 60 degree، بعدين قال لك نورث ويست، ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة. 45 degree ده كده زاوية الاسترايك لاين، بعدين 60 دي زاوية الدب، ودي مش هتظهر على الرسمة انت بتكتبها بس. ونورث ويست ده كده مكان او اتجاه الدب. عشان اوضح الكلام ده هرسم لنفسي بس اكسات بسيطة قوي كده، حاجة يعني ايه خالص، نورث ساوث ايست ويست ماشي. انا قلت لك انا بقيس من النورث، وقلت لك الاسترايك لاين كام، 45 درجة. يبقى هاجي من النورث وارسم كده خط الاسترايك لاين بتاعي 45، بس هحاول ايه اظبط الدنيا. يبقى ده كده الاسترايك لاين مش بتكتب عليه حاجة. بعدين قلت لك في عندي ديب صح، ديب 60 درجة. بعدين قلت لك نورث ويست، نورث ويست يعني بين النورث والويست، يعني هاجي كده عمودي طبعا على الاسترايك لاين واقول ايه دي 60 درجة، يبقى دي 60 درجة. يبقى انا كده رسمت الشكل بتاعي اللي بيتحط على الخريطة. طيب لو جاب لي هو شكله وقال لي اكتب لي انت الارقام، بمعنى ممكن يجيب لي شكل عامل كده وبعدين يقول لي دي 30 مثلا، هعمل ايه؟ هاجي انا بنفسي بقى احط الاكسات صح، عشان اعرف ده نورث واخد بالك، ايست، ايست ساوث والويست. فهلاقي ان انا الزاوية دي كلها 135، فاذا اول حاجة 135 degree. بعدين زاوية الدب هو كاتبها لي 30 degree. بعدين ايه بقى دي بين الساوث والويست، يبقى ساوث ويست. خدت بالك؟ يبقى هو الموضوع هو ده بس.